النهارده يا ولاد بأمر الرحمن هنشتغل مع بعض ليسون 5 في ثيم 2، وليسون 5 دنيته مختلفه شويه، يمكن ما تكونوش سمعتوا عن الداتا او الانفورميشن اللي فيه قبل كده. تعالوا نشوف بقى ليسون 5 بيقول لي ايه. intellectual property rights، intellectual property rights كلمه تقيله شويه، intellectual property rights هنخطفها كده على قد ما نقدر، intellectual property rights يعني ايه يا مس؟ هي زي ما انتم شايفين كده المعنى بالعربي حقوق الملكيه الفكريه. يعني ايه مس حقوق الملكيه الفكريه، او يعني ايه intellectual property rights؟ يعني لما اكون واحد شخص قدامي، لما اكون كاتب بحب اكتب قصص، لما اكون بكتب مسلسلات، بكتب افلام، بكتب بوستات على الفيسبوك، انا ليا اسلوب حلو وبكتب بوستات، لما اكون ديزاينر فكرت في فكره لوجو ونفذتها، لما اكون واحد بيحب الشغل او بيحب الارت بشكل عام، فلما اكون بعمل كل الحاجات دي، انا عندي التالنت دي، اما اكون عندي التالنت دي فانا لازم يبقى في حقوق لشغلي، لازم يبقى في حاجه تحمي شغلي ده. يعني لو عملت لوجو زي ده او عملت ديزاين، محدش يروح يشيل اسمي ويكتب اسمه تاني يا مس. يبقى الانتليكشوال بروبرتي رايتس it means your rights to keep your designs, your thoughts, your rights safe, no one use. يبقى intellectual property rights. تعالوا نشوف الدرس بتاعنا ايه قصة ال intellectual property rights. قال لي ايه، تعالوا كده نعمل full screen. بيقول لي ال online content، يعني لو انا كتبت كتاب، فلما بنطبع الكتاب بيبقى عليه اسم المؤلف وعليه البيانات اللي تحفظ حقوقي في الكتاب ده. طب الاونلاين بقى، لو انا بحب اكتب بوست زي ما بقول لكم، لو انا بحب اكتب ستوريز، لو انا بعمل ديزاين، ازاي احفظ حقوقي في الاونلاين كونتنت؟ يعني ايه اونلاين كونتنت يا مس؟ يعني all the information او all the artworks او all the works you see او بريفيو اونلاين. شخص عامل ديزاين ونزله على الفيسبوك، شخص عمل فيديو على اليوتيوب، شخص تاني بيحب يكتب قصص، ازاي احمي ده؟ بنسميه الكونتنت. يجي يقول لك هو انت ليك يعني ليك كونتنت على الانترنت، ليك محتوى على الانترنت. يعني ايه كونتنت؟ يعني محتوى، يعني انت بتقدم ايه؟ فيقول له والله انا بعمل فيديوهات على الفيسبوك، واحد تاني يقول له لا ده انا بعمل على التيك توك، واحد تالت يقول له انا بعمل اليوتيوب، واحد رابع يقول له انا عندي بيج على الفيسبوك بكتب عليها دايما بوستات عن مثلا الإديكيشن. ده اللي بنسميه الاونلاين كونتنت، اللي هي زي صفحتي كده بتاعت الكمبيوتر اند تكنولوجي. ده بتقدم ايه؟ educational content about ICT and computer. انا بقدم على صفحتي محتوى خاص بالICT والكمبيوتر. قال لي عشان تحمي بقى الاونلاين كونتنت بتاعك ده واي كونتنت اصلا، لازم يعني اللي بيحميك او بيحمي شغلك اسمه الكوبي رايت لو. الكوبي رايت لو، كوبي رايت لو اللي هو قانون حقوق الملكيه. يعني في بلدنا يا اولاد قانون اسمه الكوبي رايت لو. القانون ده مسؤول عن انه يحمي البرنت اند ديجيتال كونتنت. برنت اند ديجيتال كونتنت يعني حضرتك هتعمل كتاب مطبوع، هتعمل فيديوهات، هتكتب ستوريز على الفيسبوك، القانون ده بيحمي شغلك. طيب بيحمي شغلي يعني ايه؟ يعني ايه كوبي رايت يا مس؟ كوبي رايت مينز نو وان كان شير، نو وان كان سيل وذاوت يور بيرميشن. يبقى تاني، انا عندي اونلاين كونتنت، عندي شغل عايز احميه سواء كان اونلاين او برينتد. يعني الاونلاين اللي هو بنسميه ديجيتال، اي حاجه على الانترنت بنقول عليها ديجيتال، واي حاجه مطبوعه او في ايدي بيبرز بسميها برينتد. فانا عندي لو، قانون اسمه الكوبي رايت لو، تو بروتكت برنت اند ديجيتال كونتنت. الكوبي رايت مينز نو وان كان شير، نو وان كان سيل وذاوت يور بيرميشن. مش الشغل ده بتاعك، محدش يعمل له شير ولا يبيعوا من غير اذنك. هما ممكن يبيعوه يا مس، طبعا ممكن يبيعوه. مش ممكن انت تبقى كاتب ستوري حلوه قوي فتعجب حد انه يعملها فيلم، يعملها مسلسل.
مش ممكن انت تكون عامل ديزاين حلو قوي فحد ياخده ويعدل عليه او يضيف عليه حاجة او يكتب اسمه. طيب مس انت يس هل دي البتاع ده النت طلعني؟ حاضر يا حبيبي حاضر. تاني احنا لسه بنقول يا مالك، احنا لسه ستارتنج ذا ليسن، فاحنا بنقول ان الدرس بتاعنا عن الانتليكشوال بروبرتي رايت اللي هي حقوق الملكيه الفكريه. يعني اي شخص سواء كان بيقدم المحتوى ده اونلاين ديجيتال، ما هي اي حاجه اونلاين يعني ديجيتال، او بيقدمه برينتد يعني بيعمل زي كتب مثلا برينتد، ايا كان المحتوى او الكونتنت اللي حضرتك بتقدمه، يو هاف كوبي رايت لو، يعني قانون الحماية أو حماية الملكية، قانون الملكية للشغل بتاعي اسمه كوبي رايت لو. بيعمل لي حماية لإيه؟ للبرنتد وللديجيتال. والله أنت شخص بتكتب الكلام ده وبتطبعه مطبوع، هيحمي لك الشغل ده. طيب انت بتحب تشتغل على الانترنت، بتعمل بتقدم محتوى على اليوتيوب، بتقدم محتوى على الفيسبوك، برضو القانون ده يحميك. اوكي، اسمه الكوبي رايت لو، ده القانون بتاعنا. طيب يا ترى هو بيعمل ايه بالظبط اللي هي بنسميها الكوبي رايت لو او قانون حماية حقوق النشر، محدش يستخدم حقوق الملكية بتاعتي للشغل بتاعي. قال لي no one can share, no one can sell without your permission. انا نزلت بوست او نزلت ديزاين حلو، محدش له الاحقيه ان هو يشير يعمل شير للديزاين ده ولا يبيعه من غير اذني وزود ماي بيرميشن. طب واي حد ياخد الشغل ده ويحاول يبيعه او يشيره باسمه، انا ممكن على طول من حقي من خلال قانون الكوبي رايت لو ان انا اشتكيه، ان انا اتهمه ان هو بيسرق شغلي. يبقى الكوبي رايت لو it's to keep your work a safe, to keep your rights، عشان يحمي حقوقك سواء كان الكونتنت بتاعك برنت اور ديجيتال. ويعني ايه مس كوبي رايت لو؟ يعني no one can share, no one can sell، محدش يقدر يبيع الشغل بتاعك ده وزود بيرميشن. هو الشغل ده بيتباع يا مس؟ اه طبعا. لما حضرتك تكتب قصه حلوه وبتتعمل فيلم او مسلسل، انت بتاخد فلوس على الكلام ده، بيعتبره حضرتك المؤلف. لما بتعمل ديزاين للوجو بتدفع فلوس، يعني الناس انا لما بعمل، انا لو ديزاينر وبعمل الشغل ده، الشخص بيدفع فلوس لو انا بعمله لحد. فالحاجات دي ما ينفعش حد لا يعمل شير ولا سيل وزود يور بيرميشن. الكوبي رايت جيفز كرييترز، الكوبي رايت لو جيفز كرييتر، الكرييتر اللي هم الناس اللي بيعملوا الشغل ده، بيعملوا الكونتنت ده، بروتكشن فور ثينجز زي كرييت. والله حضرتك ديزاينر بتعمل اوجز وبتعمل ديزاينز، هيحمي لك شغلك. حضرتك رايتر، هيحمي لك شغلك. وات ايفر بقى الكونتنت اللي انت بتقدمه، الكوبي رايت لو تو بروتكت ذا كرييترز ليجال بروتكشن فور ثينجز زي كرييت. طيب ماشي، حاطه لكم اهو الترانسليشن بتاعت الكلام عشان في كلمات كتيره النهارده شويه غريبه، فعشان تقدروا تتعاملوا مع الدرس. طيب قال لي ازاي اعرف ان الشغل ده كوبي رايتد، يعني مش بتاعي، مش من حق استخدمه. قلت له مبدئيا انت اصلا عشان تستخدم اي شغل لازم تتاكد انه فري من الكوبي رايت. طيب نعرف اصلا الكوبي رايت هنعرفه ازاي؟ قال لي الكوبي رايت بروتكت كرييترز ورك، ودي الساين بتاعته. بصوا الساين بتاعت الكوبي رايت، ذا انترناشونال سمبل فور كوبي رايت is the letter C with the circle around it. دي الساين بتاعت الكوبي رايت. اي كتاب، اي حاجه لقى عليها الساين دي، معناها ان هي كوبي رايتد وذ ذا لو، كوبي رايتد وذ ذا كوبي رايت لو، يعني مش من حق حضرتك تستخدمها وزود بيرميشن. لو انتوا جنبوكوا اي سكول بوك دلوقتي، كتاب المدرسه اللي هو بتاع الحكومه، لو فتحت اخر صفحه في الكتاب، لو حد منكم قريب من مكتبه وعنده اي كتاب من كتب المدرسه، لو رحتوا لاخر صفحه في الكتاب اللي بتبقى جنب الجلده بالظبط، هتبصوا كده في اخر صفحه في البوك
هتلاقوا مكتوب السنة الدراسية ومكتوب جنب قبلها الرمز ده سي لتر سي اند سيركل اراوند اللي هي الكوبي رايت سيمبل. حد جنبه كتاب مدرسة ممكن يشوف العلامة دي؟ طيب ابقوا شوفوها براحتكم بعد السيشن. اي كتاب مدرسة وصلوا لاخر صفحة جنب الجلدة، يعني في الاخر خالص اخر صفحة بتبقى لازقة في الجلدة اللي بيبقى مكتوب فيها غير مصرح مع يعني بنشر الكتاب والكلام ده، هتلاقوا العلامة دي. بس ما مش لاقي العلامة. طب روح لاخر صفحة جنب الجلدة يا سراج، لقيتها. هتلاقيها صغيرة بس موجود. برافو عليك سراج، لقاها يا ولاد. دي معناها ان البوك ده مش مسموح لاي حد ان هو يعمل له شير او ان هو يبيعه. تقول لي يا مسمح احنا ساعات، اقول لك قاضي بتتصور، لكن البوك نفسه كتاب الحكومة نفسه ممنوع. ده معناه ان الكتاب ده كوبي رايتد، يعني لو الحكومة مسكت حد طابع الكتاب ومغلفه وبيبيعه في المكتبات تحصل له مشكلة كبيرة. احنا بنصور وبنعمل بي دي اف وبنشير لبعض والكلام ده كله، لكن الكتاب نفسه، لان احنا معناش البي دي اف الحقيقي، والكتاب نفسه لو انطبع واتحط في اي مكتبة ما ينفعش. اتس كوبي رايتد يعني محمي واخد حقوق اللي هم بيسموها كده الطبع والنشر، ده ملك الحكومة. No one can share, no one can sell. طيب يا مس، بيقول لي الكوبي رايت لو كفرز ميني كاينز اوف كرييشن. طب يا ترى يا مس ايه الحاجات اللي انا لو عملتها ابقى مطمن ان الكوبي رايت لو كفر، ان هي داخله تحت نطاق الكوبي رايت لو او قانون الحمايه ده؟ قلت له ميني كاينز اوف كرييشن، عشان لو جالي ترو اور فولس يقول لي الكوبي رايت لو كفر يعني a little fields او a little kind of creation، اقول له ميني كاينز اوف كرييشن. طب زي ايه؟ اقول لك تعالى. اول حاجه السكول بوك، احنا هنتكلم كده على الحاجات، ولما كنا بنستلم الاي سي تي بوك كنت بخلي الولاد على طول يفتحوا اخر صفحه في البوك عشان يشوفوا الكوبي رايت سامبل اللي احنا لسه شايفينها من شويه، ليتر سي اند سيركل اراوند. اول حاجه كفرد الكوبي رايت لو كفر ايه؟ قلت له السكول بوك، كل الكتب المدرسيه كوبي رايتد. الايمجز، لو حضرتك فوتوغرافر بتحب تصور انت من حقك تكتب اسمك على الصور دي، ومش من حق اي حد يستخدمها وزود بيرميشن. الميوزك، حتى الميوزك ليها حقوق. احيانا كده تيجي تعمل شير على الفيسبوك وتعمل فيديو لصاحبك وتحط اغنيه، تلاقي الفيس قفل لك الصوت. هو قفل لك الصوت ليه؟ لان الاغنيه ليها كوبي رايت. في ناس اصحاب الاغنيه دي، اصحاب الميوزك دي، مش من حقك تستخدمها كده. الموفيز، ممكن الحقوق الخاصه بالمسلسلات والافلام والفيديوز اللي بنعملها، كل دي كفرد. الجيمز، عشان في جيمز اصلا بيت مش فري، ف كفرد ويز كوبي رايت لو. الكمبيوتر سوفت وير، بعض البرامج اللي احنا ساعات بننزلها من المواقع اللي هي بتبقى هاكد اصلا عشان ننزلها فري، وهي اصلا البرامج دي بيت بفلوس. المفروض ان ده بالنسبه لي اي مؤسسه او منظمه لازم بيجي لها تفتيش في اي وقت، لازم هتلاقيهم بيستخدموا اللايسنس او البرامج الايه الاصليه اللي بيبقوا دافعين فلوسها. ما ينفعش يحصل تفتيش واكون شغال ببرامج الاوفيس مثلا اللي هي بننزلها كده وخلاص. ماشي. قال لي كمان الويب سايت، حتى الويب سايت بيبقى كوبي رايتد، يعني ليه حقوق، ما ينفعش اروح اخد منه فيديوز اخد منه صور كده، الحاجات دي بتبقى خاصه بالويب سايت. وقام جاي قال لي ايه بقى، خد بالكم الحته دي، الويب سايت الكوبي رايت بتاعته بتعرف يا ميس ازاي ان الويب سايت ده كوبي رايتد، اللي هو الموقع اللي انا دخلت عليه ومش من حقي اخد لا صور ولا فيديوهات منه. قال لي الكوبي رايت فور ا ويب سايت از يوجوالي، معلومه دي مهمه قوي، ات ذا بوتوم اوف ذا هوم بيج. العلامه، لو انت عايز تشوف العلامه او السمبل الخاصه الانترناشونال سمبل فور ذا كوبي رايت، بتبقى ات ذا بوتوم
اوف ذا هوم بيج اوف ذا ويب سايت، يعني اول بيج في الويب سايت اللي بنسميها الهوم بيج، تروح اد ذا بوتوم يعني تحت خالص في الصفحه، اكيد هتلاقي الكوبي رايت سايت. قلت له طيب انا عايز اشوف الكلام ده كده، بس هسترجع معاكوا تاني، هسترجع معاكوا تاني ايه يا مس الكوبي رايت ايه، كاتيجوريز او فيلدز او كرييشنز، ايه الحاجات اللي كفرد باي كوبي رايت؟ قلت له السكول بوك، الايمج، الميوزك، الموفيز، جيمز، كمبيوتر سوفت وير، ويب سايتس. وقال لي كمان ان الكوبي رايت سامبل بتبقى ات ذا بوتوم اوف ذا هوم بيج. تعالوا كده نشوفها مع بعض. قلت له طيب انا عايزه اشوفها، مش يمكن يا مس الكلام اللي انت بتقوليه ده مش حقيقي؟ اقول لك تعالى نشوف، انا عايزه اشوف بعيني. اقول لك حاضر تعالوا كده ندخل على مثلا، تعالوا ندخل على الاي كي بي، هكتب هنا في سيرش بتاع جوجل اهو اي كي بي، بيكتب عربي، هكتب اي كي بي يا ولاد ايجيبشن نوليدج بانك، واعمل سيرش واروح اعمل كليك على لينك الموقع الخاص بالاي كي بي. ادي الهوم بيج، دي الهوم بيج يعني الفيرست بيج، المين بيج بتاعت الموقع او الويب سايت. هو بيقول لي ايه يا ولاد؟ قال لي وير كان يو فايند ذا ساين، هلاقي الساين فين يا حبايبي؟ لا رد عليا، هلاقي الساين فين يا مريم بما انك فاتحه المايك؟ على الجوجل. اي الاقي الساين فين في الويب سايت يا شباب؟ انتوا نمتوا مني ولا ايه؟ برافو يا سراج، مصحصح ما شاء الله عليك. ات ذا بوتوم، ات ذا بوتوم يعني في اخر الصفحه. والله مش كنت اقولها كده، ماضي كان المايك كان معلق. ماشي يا حبيبي، مين اللي النت خرجه تاني؟ مين نته مش مظبوط؟ في حد خرج. اوكي تعالوا كده، اعتقد مالك اللي خرج، مالك شريف، واضح ان النت خرجه. تعالوا كده ننزل، هو قال لي at the bottom، فلازم اتحرك يا مريم لاخر الويب سايت اهو اهو. بصوا يا اولاد شايفين اهي، ممكن تحسوها صغيره شويه يا ريماس، بصوا كده، بص يا مريم يا محمد يا سراج شايفينها؟ انا علمت عليها، مش عارفه انتوا شايفينها ولا ايه. زوم دلوقتي يا ميس، بس شوف همس ايوه شايفنا جنب توني ايوه برافو عليك، اهي علامه صغيره كده، حاول اكبر لكم كده ايه اهو عملت شويه زوم. اهو، بصوا كده شفت هي دايما جنب الير اهو، ايجيبشن نوليدج بانك، عامل لتر سي وموجود حواليه سيركل، هو ده معناه ان الويب سايت ده كل المحتوى عليه كوبي رايتد، يعني مش من حق حضرتك تستخدم المحتوى ده او الصور اللي عليه. ليه؟ لان ليها حقوق ملكيه، كوبي رايتد يعني اتس نوت يورز، ما تقدرش تستخدمه كده. تمام يا اولاد؟ اللي خرج من مالك رجع تاني، مالك شريف رجع، تمام كله موجود، كلنا شفناها الكوبي رايت اوف ذا ويب سايت، عشان مهم جدا ان انا ابقى عارف مكانها فين، ات ذا ايوه توب ات ذا بوتوم لسه ما شفتهاش بس اهي اتحركت. اهي يا حبيبي اهي يا مالك، بص كده اخر ات ذا اند او ات ذا بوتوم اوف ذا هوم بيج، بتنزل كده اوريك تاني، احنا فتحنا الاي كي بي اهو، فتحنا الاي كي بي او الايجيبشن نوليدج بانك، رحنا على جوجل وكتبنا اي كي بي، فتحنا الويب سايت، وقال لي ان الانترناشنال سامبل اوف كوبي رايت بلاقيها فين يا مس؟ ات ذا بوتوم اوف ذا ويب سايت. ففضلت انزل 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 في الهوم بيج بتاعت الويب سايت، لان هو قال لي ات ذا بوتوم اوف ذا هوم بيج اوف ذا ويب سايت، وفضلت انزل يا ريماس لحد تحت خالص، فعلا لما وصلت للاخر لقيت يا مالك ليتر سي اند سيركل اراوند، اهي هي دي الكوبي رايت ساين او الكوبي رايت انترناشونال سامبل، ليتر سي اند سيركل اراوند. تمام طيب كده يا مس احنا شفنا فعلا الكوبي رايت الخاصه بالويب سايت. يبقى تاني دي كل الكرييشن اهم، دي كلها ايه الكاينز اوف كرييشن ذات كفرد باي كوبي رايت، سكول بوك، الايمج، الميوزك، الموفيز، الجيمز، الكمبيوتر سوفت وير، والويب سايت. طيب يا مس
كمان بيقول لي if you download TV فيديو او on YouTube حلقات اللي بتبقى على التي في، الحلقات دي برضو كوبي رايتد، يعني مش من حقك ان انت تعمل لها سيل او ان انت تستخدمها. تعرفين اليوتيوب لما حد بيستخدم فيديو اصلا ليه كوبي رايت، اليوتيوب اول مره بيحذرك، بعد كده ممكن يوقف لك القناه 3 شهور. لو كررت الموضوع تاني ونزلت فيديو مش بتاعك ممكن يقفل لك القناه. انا مش فاكره بالظبط ليها كام مره، بس الاكيد ان اول مره بيديك مهله، ولو عملتها تاني ممكن يقفل القناه لو انت استخدمت فيديو مش بتاعك ونزلته على اليوتيوب، لان الفيديوهات دي بتبقى كوبي رايتد. انا بحاول احمي فيديوهاتي ان حد تاني يستخدمها على اليوتيوب غيري. قال لي use someone else artwork on your social media account. كمان الحاجات اللي covered use someone else artwork. لقيت مساحة الرسمة رسمة حلوة قوي ومشيرها على صفحتها على الفيسبوك on social media، حضرتك تقوم واخدها ومستخدمها عندك، تداري اسم السحر والصين بتاعتها وتكتب اسمك انت. الموضوع ده غير مقبول. ليه؟ لان this work is covered by copyright law، ان حضرتك تشتغل تاخد شغل حد تاني وزود permission. خد بالك انت لو مستأذن او فيه او انت شاري الشغل ده مفيش مشكلة، لكن وزود permission it's copyrighted، يعني ممكن تتعاقب فيها. طيب how can we use the copyrighted content؟ يا ميس اصل انا عاجبني قوي الفيديو اللي انت عاملاه، انا عايزه انزله على صفحتي. قال لي ethical action to use copyrighted content. يا ميس الفيديو ده عاجبنا جدا واحنا محتاجينه في الحفله اللي عايزين نعملها لاصحابنا، بس انت عارف ان الفيديو ده copyrighted. فقال لي اعمل ايه يا اولاد عشان استخدم اي حاجه بقى copyrighted؟ قال لي respect the creator's work and use it fairly. Respect the creator's work and use it fairly. يعني ما تروحش حضرتك تحط موشن كده أو علامة تداري بيها اسم الشخص اللي عمل الفيديو، ما تروحش تحط اللوجو بتاعك فوق اللوجو بتاعه عشان تداريه. يعني respect the creator يا أخي، استخدم الفيديو بما أنه نزله على الفيس أو نزله على أي سوشيال ميديا، ده معناه أنه ما عندوش مشكلة أنك تستخدمه، ولكن يعني respect، ما تشيلش اسمه، ما تقص صورته. Respect the creator work and use it fairly. Ask for permission to use it. طب ما تستأذن، ايه المشكلة لما تستأذن انك عايز الديزاين ده؟ Ask for permission to use it. Attribute it or give credit to the creator. Attribute it or give credit to the creator. يعني ايه اعمل give credit to the creator؟ ما هي attribute هي give credit. give credit يعني write the name of the creator. لو سمحت اعمل اشارة لصاحب الشغل ده، اكتب اسمه. لو ليه صفحة على الفيسبوك حط لينك صفحته، لو ليه تشانل على اليوتيوب حط لينك للتشانل، يعني اعمل اي حاجة تحسس الشخص ده ان شغلك هو زي ما هو، انا بس بعرضه عندي. يبقى respect permission credit. لو عايزة ألخص لك الثلاث حاجات اللي انت ممكن تستخدمهم to use يعني copyrighted works، اي حاجة ليها حقوق من اللي احنا قلناها من شوية، سواء كان computer software، سواء كان school books، سواء كان movies music، كل الحاجات اللي احنا قلناها لو انت عايز تستخدمها حاجة عجباك ولازم تستخدمها فعلا و it's copyrighted. respect permission credit. respect permission credit عشان نلخصهم كده. respect repeat it يا ولاد مع نفسكم كده، مش لازم يعني لو انتم يعني، بس لازم نقولها مع بعض كده. respect permission credit. respect permission credit. لازم اعمل respect للشخص ده، يعني ما اشيلش اسمه من على الشغل. ask for permission لو اقدر اوصل له، لو عندي الكونتاكت انفورميشن بتاعته اقدر اوصل له عشان استاذنه، يبقى take permission. credit يعني اقول انا يعني انسب الشغل ده للشخص ده، اكتب اسمه، احط لينك صفحته، احط لينك اليوتيوب. لحد كده تمام؟ ايه هي الحاجات اللي covered by copyright law واعمل ايه عشان استخدمها لحد كده؟
لا تمام يا حبيبي، انا بسأل بس لو في حد واقع منه حاجة في الجزئية دي، حد مش عارف لحد دلوقتي ايه يعني الكاتيجوريز اللي كفرد باي كوبي رايت، الايمج، الميوزك، السكول بوك، ويب سايتس، الموفيز، الويب سايتس. برافو عليك. طيب كمبيوتر ازاي؟ سوفت وكمبيوتر سوفت وير. برافو. طب هاو كان وي ديل ويز كوبي رايتد كونتنت؟ ريسبكت ذا كرييتر واسك فور بيرميشن واعمل كريدت او اتريبيوت للكرييتور ده. طيب يا ترى ايه بقى الحاجات اللي هي اصلا نوت كوبي رايتد؟ قلت له تعالى نشوف وات از نوت كفرد باي كوبي رايت. ما هو مش معقول كل حاجه يا مس كوبي رايتد كده. قلت لك لا مش معقول. قال لي نمبر 1، قال لي نمبر 1 works in public domain. يعني ايه مس works in public domain؟ يعني اصلا هي من الاساس معموله فور فري، موقع بدخل عليه وكل الديزاينز اللي عليه فري، كل الصور اللي عليه اصلا معموله فري، انا بامكاني استخدمها. طب هو استفاد من كده ايه؟ ممكن يكون استفاد من الاعلانات اللي بتيجي على الويب سايت، يبقى works in the public domain. ايه تاني؟ قال لي include the help. Includes all creative works not covered by copyright. Creative work not covered by copyright. الفاكتس، كل الحقائق ما تنفعش تبقى copyrighted. ما ينفعش اقول اجي اكتب كده على النت واقول بوست مثلا اقول the sun rises from the east واقول ان دي copyrighted محدش يشيرها. ما ينفعش لان دي fact. الفاكتس it's not copyrighted. الحقائق اللي الناس كلها عارفاها اللي هي المعلومات الثابته بالنسبه لنا، ما ينفعش حد يكتب بوست ويكتب فيه فاكت زي اللي انا قلتها لكم من شويه ويقول دي كوبي رايت محدش دي بتاعتي محدش يشيرها. ما ينفعش. الديسكفريز، الاستكشافات، حضرتك اكتشفت دواء للكورونا، مش هينفع اقول ان ده كوبي رايت بتاعك انت لوحدك محدش يستخدمه. الديسكفريز نوت كوبي رايت. الأوفيشيال دوكيومنتس such as law، الأوراق الرسمية اللي كلنا ممكن نكون بنستخدمها، كلنا ممكن نطلع شهادة ميلاد، كلنا ممكن نطلع بطاقة، الأوراق دي كلها بنستخدمها من الحكومة، كلنا زي بعض بنستخدمها، مينفعش أقول دي بتاعتي it has no copyright. بنروح نشتريها من أي مكان عشان نعمل الخدمة اللي احنا عايزينها. الكرييتيف ورك whose owner has been dead for 50 years. أغنية لعبد الحليم، وعبد الحليم دلوقتي الديس بتاعه أكتر من 50 years، يعني متهيألي كده لأن الناس كلها بتستخدم أغانيه دلوقتي عادي، فأنت you can use his creative work. أي عمل أو أي حاجة صاحبها الكرييتور بتاعها فات على موته his death 50 years so it's creative you can use it it's not copyrighted. اي شغل او اي creative work عدى على صاحبه بعد وفاته 50 سنه خلاص الشغل ده بقى free. ال creative work whose owner has been dead for 50 years it's not copyrighted. وليهم تاني يا مس، what is not copyrighted او covered by copyright works in the public domain includes all creative work not covered by copyright. حاجات معمولة أصلا فري من الأول خلاص it's not copyrighted. الفاكتس، كل الحقائق اللي حوالينا أي معلومة تعتبر فاكت هي مش copyrighted. ما ينفعش ما تكتبليش على فاكت الناس كلها عارفينها وتقولي دي copyrighted ما تستخدمهاش. الديسكفريز، أي اكتشاف او الاكتشافات عموما it's not copyrighted. انت بتكتشف الاكتشاف لنفسك ولا للناس كلها. الofficial document، كل الاوراق الرسميه. creative works who owner has been dead 50 years، اي شخص عمل creative work ومات وعد على موته 50 سنه بقى خلاص بالنسبه لي free of copyright. قال لي كمان ان في ايجيبت لو Egypt law give freedom to use creators creative work after 50 years from his death. حتى الكلام ده بيتطبق في مصر؟ أيوة بيتطبق عندنا كمان. أي شخص بعد 50 سنة من وفاته الشغل بتاعه free you can use. قال لي creative commons
كمان ال Creative Commons not covered by copyright. You can use free. طب وهي ايه يا مس ال Creative Commons؟ تعالوا كده نشوف مع بعض يعني ايه Creative Commons. قال ال Creative Commons reuse license means يعني انت تعيد استخدام رخصة الشغل ده. معناه ايه؟ ال Creative Commons معناه ان الكرييتر اللي هو صاحب الشغل، صاحب الديزاين has give you permission for their work to be used anytime and anywhere. لما اقول لك الشغل ده كرييتيف كومن معناها ان انا كديزاينر انا اللي عامله التصميم ده، ولما اقول لك ده كرييتيف كومن يعني اي حد فيكم ممكن يستخدمه، انا سامحه له كده، انا مديه له البرميشن اوكي تو يوز اني تايم اند اني وير. الفيلد از ذات نوت كفرد باي كوبيرايت، قلت له الورك ان ذا بابليك دومين which include all creative work covered by not covered by copyright. The facts, discoveries, the official documents, the creative work whose owner has been dead for 50 years. وال creative common يعني ايه creative common؟ يعني the creator gives you permission to use his work to be used anytime and anywhere. اما انا اجي اعمل design اقول لكم لو سمحتوا خلاص يا ولاد هو فري، عايزين تستخدموه في اي حاجه او تكتبوا اسمكم عليه براحتكم، عايز تضيف اسمك على اللوجو ده اعمله. انا كده عامله لك ايه كرييتيف كومن، لان انا عامله شغل ومدياك البرميشن ان انت تستخدمه. اوكي ذا بابليك دومين انكلود اور كرييتيف ورك نوت كفرد باي كوبرايت، قلناها الكرييتيف ورك برضو قلناها نورمالي انتر ذا بابليك دومين 50 ييرز افتر. لازم اي شغل قدامي يعدي عليه 50 year to of the after the creator of work dies يعني after his death. قلت اي شغل بعد 50 سنه من ايه من الكرييتور ديث، من وفاه الشخص صاحب الشغل ده، يعتبر بالنسبه لي not copyrighted. يبقى خليك فاكر بس ان الكرييتيف كومن معناها the creator has give you permission اي work مثلا او creative work be active أو creative common يعني be free after 50 years from the creator this بعد 50 سنة من الوفاة. بيقول لي بقى creative common يا مالك not fall under copyright، أقول له من عارف إن هي not fall under copyright. قال لي to reuse creative work at any time and any place freely. أنت حضرتك مدام الشغل ده creative common معناه إنك تقدر تستخدمه أي وقت. The creator give you permission. الكرييتيف كومن معناها ان الكرييتور صاحب الشغل اداك برميشن. اوكي قال لي طيب اسمعوا بقى الحته اللي جايه دي، خلاص انا عرفت الحاجات اللي كفرد والنوت كفرد، هاو تو يوز الكفرد او الكوبي رايتد اوكي، وكمان ان ازاي اعرف ايه الحاجات اللي نوت كوبي رايتد او نوت كفرد باي كوبي رايت. تعالوا هنا بقى بيقول لي كرييتيف، بيقول لي images are protected by copyright. أشهر حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها من شوية ودايما بنستخدمها كلنا كتير الـ images أو الفوتوز أو الفوتوغراف. أسهل ما عندكم لما ينطلب منكم أي بحث أو أي حاجة أو presentation تخش على جوجل تكتب اسم الصورة يطلع لك الصورة تستخدمها، ده مش صح، لأن مش كل الصور اللي على جوجل دي أو الصور دي عادة مش فري، وانت المفروض لو بتعمل ديزاين تاني أو بتعمل شغل تاني يبقى الايمج بتاعتك فري عشان ما يحصل لكش مشكله. فالي images are protected by copyright you have to get permission. انت حضرتك الصور دايما بتبقى محميه، you have to get permission. قال لي when you use an image you should، ولما تستخدم اي صوره منهم المفروض تعمل ايه؟ قال لي include the title the artist or the photographer's name. يعني لو سمحت خلي دايما الصورة دي عليها الاسم او على الاقل عليها الفوتوغرافرز نيم بما انه هو اللي بيصور. طيب نمبر 2 لينك تو ذا اوريجينال ايمج، لو حضرتك تقدر تعمل لينك للاوريجينال ايمج اعمله. اعملها ازاي دي يا مس؟ اهو بصوا كده، لما اروح على جوجل السكرين تبان بس اي صوره تعجبني على جوجل اهو بحاول اعمل لها سيف. اوكي
الصورة دي بالنسبة لي أهو أنا عايزة أعمل لها سيف عشان هنزلها عندي في برزنتيشن. عملت رايت كليك على الصورة اللي عجبتني واخترت سيف ايمج. طيب أنت سيفت الصورة وكل حاجة على الجهاز، بس مش من حقك تستخدمها في برزنتيشن أو أي حاجة من غير ما تقول جبتها منين. فقال لي اعمل رايت كليك تاني وهتلاقي عندي يا ولاد كوبي ايمج ادرس، كوبي ايمج ادرس، يعني لو سمحت هات لي اللينك بتاع الصوره دي. المفروض انا كده خدته معايا لما اجي اروح استخدم الصوره في البرزنتيشن بتاعتي، لا اعمل رايت كليك. طبعا هنطلع من الشو بس مش مشكله، هعمل رايت كليك واقول له بيست، اعمل بيست لللينك بتاع الصوره. يبقى انت لازم تبقى عارف ان الصور من اكتر الحاجات اللي هي ليها كوبي رايتد، وعشان تستخدم الصوره قال لي include the title, the artist or the photographer's name, الفوتوغرافرز نيم لازم اسم المصور, link to the original image, اروح على الصوره واعمل رايت كليك واختار كوبي لينك واعمل له بيست, what kind of copyright is protected by, what kind of copyright it's protected by, يعني يا ترى ايه نوع الحمايه اللي معمول بالنسبه للصوره ان حضرتك ما تعدلش عليها. ما انا ممكن اعمل حمايه بس ان ما حدش يعدل عليها لكن تستخدمها عادي، وممكن اعمل ان انا لا تستخدمها ولا تعدل عليها، ما تقدرش تعمل عليها اي حاجه خالص، فانت اللي بتقرر what kind of copyright it's protected by. يبقى الصور اكتر حاجه بتحتاج للكوبي رايت. طب when we use an image لما اجي استخدم انهي صوره ازاي احافظ ان انا ما اعملش حاجه غلط؟ قال لي include the title of the photographer's او photographer's name, لينك تو ذا اوريجينال ايمج, اعمل لي لينك للايمج الحقيقي, هات رايت كليك واختار كوبي ادرس وحطه معاك في الديزاين اللي انت بتعمله, وات كايند اوف كوبي رايت اتس بروتكتد باي, وخد بالك يا ترى هي محميه من اني شكل, وات كايند اوف كوبي رايت اتس بروتكتد باي, اف يو دونت وونت تو جيت بيرميشن اور باي, حضرتك لو مش عارف لا تاخد بيرميشن ولا تشتري يبقى حضرتك ما قدامكش غير تستخدم الـ own images, to use own image. ما دمت انت بقى لا عارف تحط لينك ولا عارف تتناقش مع حد عشان الكوبي رايت ومش عايز تكتب الاسم بتاع التايتل, قال لي you can make or take it your own image instead, لو سمحت اعمل صورك بقى, اعمل لك صور مع نفسك خلاص يا عم, ما تشتغلش بصوري, انت مش عايز لا تحط اسمي ولا تعمل لينك للصفحة بتاعتي, طب خلاص شكرا انا مش عايزاك. عشان كده بيقول لي ايه you can also you can make or take your own image instead. اقول الجزئية دي تاني, الصور من اكتر الحاجات المشهورة اللي ممكن نشرح عليها الكوبي رايت. فقلت له when you use an image you should include the title اللي هو الارتست او الفوتوغرافر نيم, لينك تو ذا اوريجينال ايمج يا عم احط لينك للصوره دي جايبها منين, وات كايند اوف كوبي رايت اتس ايه بروتكتد, ايه نوع الداتا اللي احنا بنعملها بروتكت, اف يو دونت وونت تو جيت بيرميشن اور باي, لا انت بقى لا عايز تاخد بيرميشن ولا عايز تشتري, لا ما قداملكش حل معاك غير ان انت تعمل ايه you can make or take your own, خلاص يا عم تصور صورك ولا اعمل اللي انت عايزه. مين تاه مني؟ طيب بيقول لي تعالى ناخد مثال تاني غير الصور, written content الحاجات اللي مكتوبة زي المقالات زي القصص زي الأفلام المسلسلات أي حاجة مكتوبة. any ways to use writing, أنا لو عجبني مقال مكتوب زي ما بتروح تعملوا سيرش كده على موضوعات التعبير فتلاقوا مقالات مكتوبة, اعمل ايه؟ قلت له انا عندي طريقتين اتنين, لو انت عجبتني مقالة يا مس او عجبني موضوع تعبير وانا بعمل سيرش على الانترنت, how can we use, قلت له في الكونتنت اللي هو الرايتنج عندي two ways, the first way is to use the exact words as they are without a change, is to use the exact words as they are without a change. أنا ما بفكرش خالص يا ريماس, باخد الكلام كله copy paste عمال أنقل وخلاص. دي الفيرست واي, أنا عجبني موضوع التعبير أو المقالة فأنا إيه هنقله زي ما هو, دي الفيرست واي. السكند واي قال لي إيه to paraphrase
ideas in your own style. Paraphrase يعني ايه؟ paraphrase بنسميها بالعربي يا اولاد اعادة صياغة. يعني ايه؟ لقد عدت من المدرسة متأخرا. جملة زي كده فيجي حد تاني بعد ما يقراها يكتبها ايه؟ البارافريز يعني ايه؟ يعني ارجع اصيغها باسلوب تاني. اليوم كانت العودة من المدرسة الساعة الرابعة وكانت ساعة متأخرة. هو أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل بارافريز يعني بعيد صياغة. بارافريز it means you read and write with your own style. أكتب بأسلوبي أنا. يبقى أنا عندي طريقتين to use the written content. The first way is to use the exact words at the R without a change. يعني غشاش غشاش يعني أنا بنقل زي ما هو بالظبط بالحرف. Second way to paraphrase ده يعني محرك شوية فبيقرأ الكلام وبعدين يكتبه بأسلوبه. قال لي بص بقى في الحالة دي in both cases في الحالتين you must mention the name of the writer. في الحالتين سواء والله عملت paraphrase أو عملت إن أنت تاخد ال exact words you have to mention the name of the writer. منشن يعني ايه يا مس؟ يعني اكتب اسم الرايتر اللي كتب المقاله دي سواء اللي انت نقلتها كوبي بيست او اللي حضرتك عملت لها بارافريز كتبتها باسلوبي. You have to write او you must mention the name of the writer. You must mention the name of the writer. لازم اعمل منشن كده للنيم اوف ذا رايتر. اوكي يا اولاد مفهومه الجزئيه دي؟ يبقى ways to use the writing قلت لها انا عندي two ways. اي مقاله مكتوبه اي بوست مكتوب يا اما انقله زي ما هو دي الفيرست واي exact words او السكند واي paraphrase ideas in your own style. اقرا وافهم الكلام واكتبه باسلوبك بس خد بالك ان في الحالتين you must mention the name of the writer. You must mention the name of the writer. طيب يا مس هو انا ممكن ألاقي كرييتيف كومن؟ أنا شايف في الصورة دي كده عامل لي سيرش بيقول لي كرييتيف كومن يعني مش ممكن ألاقي مقالات كده فري أستخدمها. خلاص قلت لك ممكن. تعال نشوف مع بعض ودي هتظهر معاكم في الـ في المايكروسوفت إيج أهو ده زي بالظبط جوجل كروم كده. هكتب أهو إحنا قلنا هو كان بيبحث عن إيه في المثال بتاعنا traditional music of Egypt. فتحت الويب سايت وهكتب اهو traditional. انا بعمل بحث اهو اعمل كليك على الايمج. قال لي بعد الايمج اعمل فلتر. ادي الفلتر اهي. اول ما دوست على الفلتر هروح على حاجه اسمها لايسنس. المفروض ان انا دلوقتي عارض الاول هقول له كرييتيف كومن. كرييتيف كومن معناها الصور الفري يا اولاد الحاجات اللي فري اهو. انا لما عملت السيرش وجاب لي كده الكرييتيف كومن وات يو كان يوز فري. يبقى انا من خلال الفلتر ممكن اختار كرييتيف كومن. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده. انتظروني ودرس جديد باذن الله. السلام عليكم.